تفسر ده بإيه؟ يعني حد كل الأدلة والبراهين بتؤكد إن هو عنده تاريخ مشرف وإنه مدرب مخضرم. ليه مش شايفين ده منعكس في أداء منتخبنا سواء في ماتشين ليبيا وبص انتهاء بمباراة الأمس؟ يعني أربع مباريات أول حد دلوقتي. شوف يا كريم، في أحيانا المدربين بيبقى الوكيل بتاعهم شاطر وبيعرف يسوقهم كويس. وفي مدربين مثلا زي جوزيه لما جه النادي الاهلي، هل كان ليه خبرات وليه سي في جامد ولا حاجه؟ كان سي في ولا حاجه تقريبا. انما لما جه النادي الاهلي شوف مدى النجاح، ولقط بسرعه نوعيه اللاعب المصري وازاي ان هو يخرج منه احسن ما عنده، وازاي عمل توليفه خد بيها كميه بطولات. اعتقد 24 بطوله نهاوند، 24 بطوله عملت طفره، بحيث ان احنا كنا يعني في فتره كنا بننافس برشلونه وريال مدريد في الانديه اللي هي عدد البطولات فانا كل ماتش ببقى متحير الراجل ده بيفكر ازاي وبيلعب بطريقه ده كلنا مش حضرتك. طب هو نهى الماتش امبارح ازاي؟ محمد يعني هو ابتدى ازاي؟ يعني محمد ابتدى ازاي؟ طيب جت على النهايه يا كابتن. احنا قلنا البدايه بيلعب ياسر ومروان وشريف، احنا تقريبا ما رحناش الجول امبارح، يعني البنالتي، وبعدين هم شيلناهم كلها جمل غير مكتمله، جولين لا في جمله والكرات كلها عاليه، حتى استوديوهات التحليل اللي كانت موجوده بين الشوطين قالوا كلام واقعي جدا. انت بتروحش للجول، شيلناهم شايل جولين وبعدين هم عاملين استحواذ، عاملين خطوره، عاملين كل حاجه عليك. طيب انت ابتديت غلط كفراوده وفي وسط الملعب، والفريق اللي جاي لك مش جايب حد معاه من النجوم، كل النجوم بتوعه ما جوش معاه. طب ونهيت ازاي؟ مصطفى فتحي مع محمد صلاح نزلهم في توقيت مع شريف، هو طلع شريف وبعدين مروان. طب كانوا بيلعبوا ازاي؟ ما انا برضو كراجل في مهنه عايز افهمه، ومحمد صلاح كان بيلعب فين؟ على الطرف ولا مصطفى فتحي اللي بيلعب على الطرف؟ او الاثنين عندهم نفس الملكه او المهاره ان هو بيلعبوا على الطرف من ناحيه اليمين بيشق لجوه ويأدي. طب في وسط الملعب، طب التغييرات، يعني كلها حاجات انا الحقيقه ما توحيليش بالاطمئنان. يجوز ان انا مخطئ، اتمنى ان انا وانتو وكل الشعب المصري نبقى مخطئين، علشان احنا بنتمنى الجهاز ده ينجح، عشان في الاخر احنا طبعا في الاخر احنا مصريين عايزين نروح كاس عالم ونبقى مشرفين. انا قلت لسه من يومين ثلاثه المدير الفني اللي يكسب ليبيا رايح جاي وياخد مكافاه، انا ما اعرفش كتب كده اخد مكافاه ازاي. ده انا لما اروح كاس عالم واوصل كاس عالم وبعدين اخش في دوري المجموعات واعدي دوري المجموعات ادي مكافاه. انا دخلت بقى دور ال 16 طبعا حققت انجازات بالفعل، لان انا برضه باخد مرتب كبير، فمش معقول ابدا ان انا اكسب ليبيا رايح جاي وانا مرتب كبير واخد لي شهرين ثلاثه. لا، لو انت بتدفعهم من جيبك ماشي. المفروض الشهرين ثلاثه دول يتوزعوا علينا بقى كمشجعين عشان حرقه الدم اللي اتحرق ده. يعني والله انت قاعد، هل انت استمتعت او اي، مش احنا، الناس اللي بيقابلونا في الشارع، هل في حد اتبسط من الاداء في كل الماتشات اللي احنا لعبناها؟ لا، هقول لحضرتك يا كابتن عادل، طبعا اربع ماتشات ما طلعناش من مباراه منهم يعني سعداء باداء او نتيجه مع بعض، يعني ممكن يكون بنتيجه مره لكن نتيجه واداء اكيد ده مش حاصل. بس هرجع تاني وابص في اللي جاي بقى، لان خلاص انا حللت الفتره الحاليه.